تم في كنيسة القديس جورجيوس في إربد صيامة الشماس ديونيسيوس حداد كاهناً جديداً على مذبح الرب. وبعد الاحتفال توجه سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس إلى الكاهن الجديد قائلاً: تمنح اليوم هذه الدرجة الكهنوتية لتقوم بخدمة الرعية التي أتمنت عليها. وبعد القداس الذي شارك به عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وذوي الكاهن وأبناء الرعية، تقبل الأب ديونيسيوس التهاني من الحضور. المتساوي في كما تم في كنيسة الصعود الإلهي في خلدة تسمية الأخ شادي حداد شماساً باسم رئيس الملائكة ميخائيل. وقدم المطران خريستوفوروس التهنئة للشماس حداد على هذه النعمة المعطاة له، داعياً إياه لبذل كل جهد ليمجد الله ويسعى لخدمة وخلاص النفوس. حضر الخدمة عدد من الآباء الكهنة وجمع من أبناء الرعية. عشان هيك يا ابني دائماً اتذكر هذا الحب والحضن اللي اليوم بنفتح لك من ربنا بكنيسته اللي هي جسده، واخدم فيها زي ما عرفناك وأكثر بمحبة بتفاني وإخلاص. على فكرة راقبتك بمراحل كثيرة لما كنت أروح لكثير من الكنائس، كنت أشوفك إنك أنت عينين رعد اللي ربنا سمح إنه ما يكون عنده، ولكن عنده أشياء اللي دائما بحكيها رعد كثير أكتر من نحن اللي منشوف أو منفكر إن نحن منشوف. ولكن كنت أشوفك لإله دائما معين، كنت أشوف محبتك، كنت أشوف صبرك، كنت أشوف تواضعك، وهي كلها أمور اللي لازم تنميها أكثر وأكثر من هاي اللحظة وصاعد. لأنه مرحلة الشموسية هي مرحلة مهمة في درجات الكهنوت، مع إنها الدرجة الأولى ولكنها مهمة لأنه فيها لازم نتدرب على الخدمة، يعني لازم نعود فكرنا وقلبنا كيف مننا نكون خدام. تعرف شو يعني الخادم؟ يعني العبد، هاي معناتها الخادم. قديش مهم انه ندرب فكرنا وقلبنا ان نكون خدام. خدام لمين؟ للمسيح. خدام لمين؟ للكنيسة، لبيته اللي هي الكنيسة. خدام لمين؟ لشعبه اللي هو افتدى بدمه الكريم على الصليب. يا ابني ما تنسى انه كل نفس من نفوس ابناء الرعية قديش ثمينة وغالية عند المسيح، ثمنها دمه.